ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل كيفية المسح، هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أم معا في آن واحد؟ وصل حتى غسل القدمين، لا يعني لو فرض أن الإنسان غسل اليمنى أسرى قبل اليمنى لا تبطل الطهارة، إلا أن تناسق أعمال الوضوء بحيث يكون غسل اليمنى قبل اليسرى، وفي حال المسح مسح اليمنى أن يكون مسح اليمنى قبل اليسرى، هذا هو اللائق، ينبغي أن يعتني به المصلي. وأما المسح فهو على أعلى الخف، كما يروى عن علي رضي الله عنه قال لو كان الأمر بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاهما، لكن المسح يمسح أعلى الخفين.